اللهم لك الحمد موفر كل شيء. كاين بعض الحوايج اللي ما يمكنش تلقى، كاين بعض ما تقدرش تقصها، قهوه في الليل تما كاين، ولكن الحمد لله هنايا الامن وكل شيء موفر اللهم لك الحمد. يعني ماشي ضروري نمشي نقلب على بلاد اخرى او لا جنسيه او لا غلط، راه عباد الله كيجيو يقلبوا على الجنسيه. حنا عندنا، حنا باغيين ياخذوا جنسيه مغربيه وما لقاوهاش، راه ما كيطلبوها العار. شنو الوطن واخا ما غيعطيكش، ما يمكنش غادي يعطيك كل شيء، ولكن راه واخدنا منه شي حاجه يعني ما عمرنا غادي نساو. وهادي هذا مبدا عندي انايا، وتنظن ان كاينين اللي تيتقاسم معايا هذا المبدا هذا، هو اننا الحب الوطن حنا خصنا نعطيوه. كاين راه الوطن الا ما عطيتيهش راه اي حاجه في الدنيا الا ما عطيتيهاش ما عمرها غادي تعطيك. ولا جات شي فرصه في شي دوله مش قديمه نمشي لها، حيت تما كاين شي امكانيات اللي ما متوفراش فهمتيني هنا في المغرب، يعني تما غتكون احسن. يعني الا جات مرحبا بها وفهمتي، وكتبقى دوله المغرب دوله زعما اللي كبرنا فيها وفهمتي ديما مغرب، ويعني راه مكنلكش تخلى عليها. واخا السيستم ديال المغرب ما تعجبناش بزاف بالنسبه لبزاف الاشخاص ماشي غير انايا فهمتي، ولكن رغم ذلك راه ما تسمحش في الجذور ديالك بانك مغربي والاب والام مغربيين، والحمد لله كنفتخروا بالوطنيه ديالنا، ما عندناش شي اشكال. الا كان شي حاجه راه حنا ديما كناضلوا وكنوقفوا في جنب اي واحد الحمد لله فهمتي، كل حاجه بوقتها مزيانه. واخا نهاجروا ونغادروا المغرب راه تبقى ديما جنسيه مغربيه الحمد لله، وما كاين لا حرق باسبور لا قطعه ولا والو. مشاكل كثيره هنايا بصراحه في هذه البلاد هذه في المغرب، وإلا جات شي دولة أخرى وعطاتني صراحة الجنسية وما غاديش نلقى هاد المشاكل ولقى ظروف ديال الحياة مزيانة، غادي نسامح صراحة في الجنسية، لأن البلاد أنا تنعاني فيها يوميا بشكل يومي بشكل يومي، يعني المرارة ديال الحياة إن فري سوفرون صراحة. علاش يمكن تكون عندي جنسية أخرى، ولكن الجنسية ديال المغرب كتبقى ديما يعني كنبقى مغربية وكنفتخر بالمغرب. داكشي غتلقى الخدمة وغادي تلقى أي حاجة أنت كنتي باغيها، ما كاين حتى شي مشكل، حيت الجنسيه ديالك كتبقى مغربيه. يعني ما كاين لاش تقول لا انا لا ما نمشيش وما نديرش وما نفعلش لحقاش بلادي غتعطيني وغدير لي وغتشفع لي، حيت الا جيتي تشوف راه كاين اللي كياخذ بزاف ديال لي ديبلوم وتيدير وتيفعل، ما كيمشيش يدق على شي باب كيقولوا ليه لا عندنا لي بوست عامر ولا عندنا ولا عندنا ولا عندنا. ونتخلى على الجنسيه المغربيه اش علاش، حيت ما المغرب شنو عاطينا هنا؟ دابا من الصباح انا شنقلبوا على خدمه والو، شد في ما مشيتي تيقول لك دفع السي في سيرش انا عيطوا لك. يعني واخا كاع نبقاو حنا دابا عندنا جنسيه مغربيه شنو مستافدين منها؟ والو. اللهم اخويا الفلوس ولا بقاو ندورو في هاد المغرب ما كاين حتى شي حاجه.